في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلاند، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الصناعة التايلاندي سعادة السيد أوتاما سافانينا. وخلال الاجتماع بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها ورفع معدلات التعاون والعمل المشترك بينهما بما يصب في صالح اقتصاد البلدين الصديقين. وفي هذا الصدد أكد زياني حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرتين على السعي المستمر لتطوير علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم وبالأخص دول الصديقة التي تحظى بعلاقات عريقة وراسخة مع مملكة البحرين، معربا عن ترحيب البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبحرين لإقامة مشاريعها واتخاذها كموقع إقليمي لأعمالها في المنطقة، إضافة إلى اتخاذها كمركز للاستثمارات الصناعية التايلاندية ومركز تجاري للتصدير إلى البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات، حيث تعد تايلاند واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة، وكذلك توسيع التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل القوانين والسياسات والحوافز وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخبرة التايلاندية في المجالات ذات العلاقة.